في الفيديو ده هنتكلم عن طلبات تعديل مدة الصلاحية اما بالمد او بالخفض. ما تنساش تدخل على صفحتنا على الفيسبوك وتدعمنا بلايك، اما اليوتيوب ابحث عن BDRTC ودوس سبسكرايب للقناة وفعل الجرس، وعلشان توصلك كل الاخبار على موبايلك ادخل على التليجرام اكتب BDRTC ودوس جوين. بالإضافة إلى الشهادات الآتية اللي بنطلبها كل مرة، والمستحضر معتمد من الـ FDA يبقى شهادة الـ CFG، لو معتمد من دولة أوروبية مرجعية يبقى هجيب له الثلاث شهادات معروفين الـ Free Sales Certificate، وتكون من دولة أوروبية مرجعية شهادة الـ ISO، بالإضافة إلى شهادة الـ CE. وطبعا هنطلب الطلبات الآتية بالإضافة إلى الشهادات السابقة. وفي حالة مد مدة الصلاحية بيتم طلب شهادة أصل موضح بها المد وأسباب تعديل مدة الصلاحية Justification، يعني تبرير، وزي ما قلنا لازم تكون أصل ومختومة من المصنع القانوني، وبتقوم إدارة المستلزمات بمخاطبة المصنع القانوني للتأكد من صحة مد الصلاحية. وبناء على ذلك بتقوم هيئة الدواء المصرية ممثلة في إدارة المستلزمات الطبية بمخاطبة النوتيفايد بادي اللي هو طلع الشهادة، اللي هو زي وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية كده، للتأكد من صحة الشهادة. والبديل إن ما يتمش مخاطبتهم إن أنت تجيب دراسة ثبات ويتم عرضها على لجنة الثبات. أما في حالة خفض مدة الصلاحية فنفس اللي بنطلبه في المد هنطلبه في الخفض، ولكن مش هيكون فيه مخاطبة النوتيفايد بادي من قبل هيئة الدواء المصرية او انك تقدم دراسة ثبات لتبرير الخفض، لانه ده طبعا خفض فبيعتمدوه على طول.